رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز ما بيتباهى بماله. عزك من حقك رح يرجع له مهما طار غيابه، مهما الزل يزيد ويقوى الخير بيبقى برجاله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن من الذين يمشون على الأرض هونا. ما قلت لك ما رح يعيش يا حوينة المصرات اللي كبيتوه عليه على الفاضي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
باسم! 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 ايش فين باسم؟ ايش بيك؟ برا باسم. هذا كابوس، كابوس لا تخاف. ايش فين؟ كابوس؟ كوبسي. بشع كثير. يعطيها ما يعطيها. بسم الله عليك. بجوز لأنه مغير نومتك ها؟ قومي قومي نامي بتختك قومي. لا لا بدي نام، خليني نايمة هو. يلا يا أولاد رجعوا رجعوا نام يلا. يلا يلا تعا حبيبي تعا. يلا رجعي ديما خليكي معي هون حبيبتي شوي بس. انت وريني. بدي اشتغل عنك يا امي. العواطي فوت الداعي. مين اللي طلب منك تعمل هيك؟ عن شو عم تحكي؟ أنا ما عملت شيء. اسمعني منيح ولا اوعى تفكرني الأستاذ جود هذا اللي عايش على البسكوت ونايم على الريش. قسما بالله بدفنك بسابع عرض. أستاذ جود إذا أنا موظف عندك هاد ما بيعطيك الحق أبدا إنك أنت تهجم علي بالبيت وتهددني وحتى تضربني. لو ما أنك ببيتي ودايس بساطي كان إلي تصرف تاني تماما معك. اسمعني منيح، أنا بعرف إنك أنت لعبان بتسجيلات كاميرات المراقبة، وبعرف ومتأكد إنك مانك عامل هذا الشيء من راسك. في حدا جبرك تعمل هيك أو دفع لك مصاري، وبالحالتين ماني طالع من هون غير بروحك أو بعرف مين ورا هي القصة. رئيفة. شو؟ رئيفة، أنا عملت كل هالشيء كرمالها. رئيفة تبع القهوة الشاي؟ هاي اللي بتشتغل عندي بالمكتب؟ إي هاي اللي بتعمل شاي وقهوة. إجت لعندي مرة عم تبكي حكيت لي قصة، قال أنتو بدكن بتلوها، فأنا ما كان مني غير إني أعمل هالشي كرمالها. أي والله شكراً يا رئيفة. هالشي تاني أستاذ. شبك؟ ليش عم تبكي؟ أستاذ لأنه المعتر بيضل معتر يلعن أبوه العمر. طولي بالي، احكي لي شو في؟ ما بدي وجع لك راسك بقصصي. احكي. استاذ انا صار لي 5 سنين بشتغل هون ومن تنفكت، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب ليش بدهم يجيبوا حدا تاني بدالي؟ مين قال لك انه بدهم يجيبوا حدا بدالي؟ هلا كنت بمكتب الاستاذ جود وكانت امه عنده وكان في صبيه قاعده، يمكن هي اللي بدهم يشغلوها بدالي، وامه قالت لي انه بدنا نبدلك. ما صح الحكي. حاج تبكي حاج. لك مني شيء استاذ؟ شوفي شغلك، يعطيك العافية. وانت طبعا ضربت ايدك على صدرك مثل طرزان وقلت لها عندي. يا استاذ جو، يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، وانا اعتبرت رئيفي مثل اختي وتعاطفت معه. ولك يقطع راسك على راس اختك. مين اللي قالك انه انا كنت استغني عن رئيفي اه؟ مين اللي عطاك الحق تفوت وتلعب بتسجيلات كاميرات المراقبة؟ رئيفة بتعرف اللي عملته؟ طبعاً بتعرف. أنا أول شي رفضت، بس هي عرضت علي مصاري وقالت لي إنه ما في غيري بيطالعها حرامية لهي البنت اللي رح تاخد بدالها، وهيك ما رح تقدروا تستغنوا عن رئيفة. هلا رئيفة عرضت عليك مصاري؟ أنا بتصرف مع رئيفة. وانت ما عاد بدي اشوفك بالشغل، ما عاد بدي اشوفك لحتى اقرر شو لازم اعمل فيك، فهمت؟ بتعرفي ايش شفت بنومي؟ ايش شو؟ شفت انه نحن بعزة اخوك بعيد الشر عنه. الف بعيد الشر عنه. بس تعرفي منيحة؟ يقولوا لما بتشوفي واحد مات بالمنام معناته انكتب له عمر جديد. شفتي حالك عم تبكي شي؟ لما بكي بالمنام فرج. ها حسري مين شفت بنومي؟ عدنان. عدنان؟ ايه
حكى معي. ايش حكى معي؟ كان عم يشمت بموتة اخوكي. ايش يعني؟ صحي انت اخر مرة ايمت شفتي عدنان؟ من زمان، اخر 2013 اجا وقتها ودع وائل قبل ما يسافر. ايه وسافر؟ ايه سافر. انت ليش عم تسألي؟ ما بعرف يا بنتي، انا مناماتي ما بتخيب، وهذا ليش شفته بنومي ما عم بعرف. عادي ماما، باليومين صار معك اشياء كثير بتخليك انك تشوفي منامات مترابطه مع بعضها، كوابيس وتخبصي هيك. هداك ليه؟ الحمد لله. اي مدام، هلا من شوي طلع من عندي. اهلين استاذ جود. دانا ما تواخذيني، عم دق لك بوقت متاخر، بس بدي اعرف عنوان بيته لهذا اللي بيشتغل عندنا بالاي تي. قصدك جلال؟ ايه جلال. ايه بتحب اعطيك رقم موبايله؟ لا ما بدي رقم موبايله، ما هي عم اقول لك بدي عنوان بيته. طيب انا ما بعرف عنوان بيته، بس هو موجود عندي على اللابتوب بفولدر شؤون الموظفين. طيب لحظه، شو الباسورد؟ استاذ بتحب اجي على الشركه؟ ده انا صار الوقت بعد نص الليل، بدك تجي على الشركه هلا؟ بعدين انا اسهل عليكي، تجي على الشركه بالليل ولا تعطيني الباسورد؟ دانا في شيء على اللابتوب ما بدك اياني اشوفه؟ لا استاذ اكيد لا، بس انا قلت يعني بيجي لعندك على الشركه اذا بتحب، اذا بدك بيجي بساعدك يعني. اعطيني الباسورد عم اقول لك. ايه ايه فتح. شكرا. فوتي. بدك تعتذري شي؟ اوكي اوكي بعدين، مو مهم، روحي غيري اواعيكي. الو مدام، اتصل فيني الاستاذ جود وطلب عنوان جلال. ايه مدام، انا ما معي عنوانه فاضطريت اعطيه باسورد لابتوبي. إيه وشو يعني إذا أعطيتي باسورد لابتوبك؟ بيكون بده يعرف منه عنوان جلال. كيف؟ إيه لا تخافي، لا تخافي. طيب هو ما قالك شو بده من جلال؟ ولا صحيح أنت شو دخلك لحتى يقلك؟ أوكي قلتلك لا تخافي، هو بس بده يعرف عنوان جلال، ما بده ينبش بلابتوبك. أوكي طمني، الله معك، باي. ألو جلال، يعني بتعرف خسارة الشهادة اللي أخدتها لأنه جود اكتشف أنك لعبان بتسجيلات كاميرات المراقبة. إيه وهلا هو جاي لعندك. إيه لعندك على البيت. والله ما بعرف يعني، صحيح هو متضايق كتير، بس لا تخاف، خلص لا تخاف. قلك قله رئيفة طلبت منك هيك، خافت تخسر شغلة. خلص عم قلك اتركها على رئيفة. أوكي هلأ أكيد أنت صرت مفصول من شغلك، بس ولا يهمك أنا بدبرك. خلص عم قلك أنا بدبرك، لا تخاف.
أوكي أوكي الله معك. غبي. أي مدام، هلا من شوي طلع من عندي. أي طلع من عندي وقلت له مثل ما قلتي لي إنه رأيفة هي اللي طلبت مني. إيه وصدق؟ إيه شو غبي أنت؟ رأيفة منين ما عاد تعطيك مصاري؟ يا مدام رفع علي مسدس. شو قلت؟ جود رفع عليك مسدس؟ إيه رفع علي مسدس. ألو ليكو عم يحكي معي، سكر لشوف شو بده. أوكي؟ إيه ماما؟ ماما جلال ما عاد قالوا عنا شغل بالشركة. مين جلال؟ جلال تبع الاي تي اللي بيشتغل عنا بالشركة. إيه عرفته. شو بو؟ لعبان بكاميرات المراقبة حتى تبين رزان هي اللي أخذت الظرف. لا وشو له مصلحة؟ قال تعاطفا مع رئيفة. رئيفة؟ مين رئيفة؟ هاي اللي بتشتغل عندك بالمكتب شاي وقهوة؟ ايه اوكي ماما خلص خلص بلاهن ثلاثتهم. مين ثلاثتهم؟ جلال ورئيفة ورزان. في ألف حدا بيتمنى يشتغل بدالهم. بس ماما رزان ما لزم. ماما رزان كذابة. بكفي خبرتك اني رحت لعندها على البيت وعطيتها الظرف. وانت شو عرفك انه هي اللي قالت لي؟ انت قلت لي. لا انا ما قلت لك. انا ما جبت لك سيرة شو قالت لي رزان. كل شيء قلت لك اياه سألتك اذا عنا بيت ببيروت وقلت لي لا، وسألتيني اذا ستي مرت لعندي. على كل حال ماما شكرا كثير. بتشكرك من كل قلبي. البنت الوحيدة اللي حبيتها بحياتي واللي أصلاً هي ما عم تحبني واللي إلي شهور عم حاول حببها بحالي، جيتي أنت بلحظة واحدة، بلحظة واحدة خليتيني أنا أطلع الظالم والحقير واتهمها بالسرقة. لا مو بس هيك، خليتيني إلا روح اشتري شوية شرف لأبوكي وأبوها عندها بالدنيا كلها. روحي الله لا يسامح. أنا رح مر على البيت لمكم غرض وروح لعند ستي. ما في قعدة عند ستك. أنا ما عم باخد إذنك. أنا عم قلك هذا الحكي بس مشان تخبري بابا لما يرجع من السفر حتى ما ينشغل باله علي. مدام بدي احكي معك كم كلمة. كم كلمة؟ شو بدك؟ علي صار بيناتنا. بيناتنا؟ قصدك انا وانتي؟ ايه مدام. ليش انا شو ممكن يكون بيني وبين خدامتي غير انها عم تخدم عندي بالبيت؟ مدام انا موافقة بس ممكن بلاقي هانات. ليش؟ جرحت كرامتك؟ ليش انت عندك كرامة بالأصل؟ مدام عفواً لا تواخذيني، بدي اسألك سؤال. لو عندك كرامة كنت رجعتي؟ مام برضاي عليك خليك هون وبلاها نروح لعند ستك. برضاي عليك؟ ليش صار عم تحكي مثل نسوان قديم؟ ولا عندك زرارة بتكبسيهم؟ زر بتكبسي للأم الحنون وزر للأم القاسية وبتكبسي زر للأم الواعية. جود بلا هالمسخرة. أنا شو ما قلت وشو ما عملت بضل أمك. أمي الأم بتعرفي شو يعني الأم؟ الأم هي اللي بتعمل كل شيء بيسعد ابنها. لمعلوماتك مام أنت لما كنت ولد صغير كنت تحفر تراب الجنينة وتاكله وتكون مبسوط،
برأيك يعني أنا كان لازم خليك تاكل تراب الجنينة وتضر حالك مشان تضل مبسوط؟ لا ماما لا، أنا ما رح خليك تأذي حالك وترتبط برزان، مو بس لو زعلت، لو ضربت راسك بمية حيط. لك مين قالك إنه رزان رح تأذيني؟ مين؟ لأنه طمعانة فيك، لأنه جوعانة وعم تستغلك. لا مو مزبوط هذا الحكي، أنت لسه ما بتعرفيها، رزان صح هلأ فقيرة، بس هي كل عمرها بنت عز أباً عن جد. كانت بنت عز وهلأ صارت محتاجة، ولو ما الحالة اللي هن وصلوا فيها ولو ما كانت محتاجتك وانت ما بترد لها طلب، كانت ما بتطلع بوشك ولا بتتعرف عليك لو شو ما صار. انت عن جد مريضة؟ انا امك، امك اللي داقت المر مشان تحافظ عليك وتحميك، أمك اللي ما شافت لحظة فرح من يوم اللي تجوزت أبوك، أمك اللي غصبتها أما تتجوزه لأنه صاحب سلطة، اللي انكسرت روحها يوم اللي عرفت إنها حامل فيك رغم خيانة أبوك وانتهازيته وكذبه اللي ما بيخلص، قبلت تضل مرتبطة فيه وتتحمله مشانك انت، مشان تكبرك وترعاك وتشوفك ناجح وتزرع فيك الشي اللي ما قدرت تعمله. ماما صدقني انا مستعدة اعمل كل اللي بدك اياه، بس ما اشوفك مكسور أو حدا يخطفك مني أو أي حدا بالعالم يسألك. شايف ماما؟ شايف قديش أمك بتحبك؟ شايف؟ هلا صرت متأكد إنه كل الناس بتحبني إلا أنت. كيف؟ مين؟ مين يعني؟ يعني مثلا أنور؟ أنور اللي بمثابة أخوك واللي معتبره صديقك الوحيد؟ ايه اوكي، أنور بيعرف كل شيء. كيف يعني بيعرف كل شيء؟ أنوار بيعرف كل اللي عملته برزان، ما خبرك، مو بس بيعرف وهو ساعدني كمان. شايف؟ شايف هذا رفيقك اللي الوحيد واللي بمثابة أخوك واللي ثقتك فيه كبيرة، شو عمل؟ ليكو ليكو هيطعنك بظهرك. شايف ماما؟ صدقني صدقني ما حدا بيستحق ثقتك فيه ولا تكون واثق انه بيحبك الا امك. تعرف ماما، امك يوم اللي ولدت شافت وشك نور نازل من السماء، هو أنت ماما، وأنت لما طلعت من بطني صرت تصرخ وتبكي، بتعرف ليش؟ لأنه ما بدك تتركني. صدقني ماما صدقني، شايف إنه ما حدا بيحبك بالعالم
خلي أبوك يشتري فيهم شوية شرف. جود، إذا ما بتعتذر قابرتك بأرضك. رزان بلا هالحركات، أنا بدي الظرف بس. أبقل لك قابرتك بأرضك جود. هاد أبي يا حقير، هاد السيد وفا. اعتذر، أبقل لك اعتذر. خلاص خلاص رزان بعتذر، خلاص بعتذر. صباح الخير. صباح الخير ستي. اشرب قهوتك حبيبي. من اولها حبيبي، امبارح وصلت لعندي وانت مو راضيان تحكي مع حدا. قلت يا بنتي اتركيه لحتى يروق. بقى قلي شو عاملة أمك معك مثل عوايدة؟ لو تعرف يا ستي شو عاملة. سدي صباح العباسي. ايه خالد، شو شافك جاي بكير على الشغل اليوم؟ ايه والله يا صاحبي، يعني عندي مدفوعات كثير كبيره، مشان هيك لازم اشتغل من الصبح لاخر الليل لحتى اوفيهم. ايوه ايه عباسي، عود لك يا رجل، عم بحكي معكم اللي عارفان حالي عم بحكي مع مين. ايمن قناع عن وشك مش على الله. ما رأي اشلحه؟ إذا بدك بشلحه بالغرفة جوا. أوف، وليش هون لا بقى؟ يا أبو خالد، صار قلت لك إياها ألف مرة، أنا عم بحط هذا القناع مشان ما تجي عيني بعين حدا من الناس، ما أشوف الخلق، عرفت شلون؟ بس أنت من حلب يا رجل، وهون بالشام ما حدا بيعرفها. لو كان لك صعبة يا أبو خالد، صعبة. يعني قال مثل ما بقول المثل، رضينا بالهم والهم ما رضي فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك صدقني، يعني أنا يعني ما بحسن أحط عيني بعين الولد وأنا عم باخذ منه هالمئتين ورقة، فهمت علي؟ أقول لك سر أبو خالي. قول. أنت بتعرف أنا كل ما باخذ ولد هالمئتين ورقة بغص قلبي ألف غصة. بس أنت عم تشتغل بنور الله يا أبو باسم، والشغل مو عيب. ما يم القناع عن وشك الله يرضى عليك، ما حدا منتبه لك هون. ايوه يا لطيف شايف السيارة؟ ايه، هاي اشتريتها لحفيدي لابن بنتي في عيد ميلاده. يعني كل شيء متصوره بحياتي الا اني اشتغل على هي السياره واعيش فيها ليله، هذا ما كنت متصوره طاوي. اخي ماشي بس في شغله ما عم بفهمها اخي. تمام، على عيني هذا اللبس اللي لابسه اللي لونه وردي تبع النمر الوردي،
بيلفت نظر الولد تمام، بس أول على آخر الولد بده دوره بالسيارة. شوف أبو خالي، أنا ما بلبس هذا اللبس لحتى ألفت نظر الولاد، لا أنا بلبسه لحتى أختفي من عيون الناس. يعني والله ما هو كبرة، كبرة لله، بس صعبة، صعبة كتير يا أبو خالي صدقني. وأنا إذا بدي أتأقلم يعني مع هي الحياة الجديدة اللي عايشها، يعني لازم أقبل بكل شيء عم بيصير. إيش بدي أساوي؟ والله عم تحكي مظبوط يا أبو باسم، معك حق. الحمد لله. والله كان قلبي حاسسني إنه أمك ورا اللعبة كلها. هلا إذا بدنا نرجع لأمي وشو بدها وشو بتتمنى، هي بتتمنى أنها ما تزوجني. بصراحة أنا ماني راكد ورا الزواج هلا، بس بحق لي يكون عندي علاقة، بحق لي إني أحب ستي، أنا بحق لي إني أحب. ورزان بتنحب يا ستي، صدقيني أنا بحبها. يا عيوني أمك مفكرتك أنت ممتلكاتها الخاصة، ما بتحب حدا يديرك أو ياخدك منه. بعرف. يا قوم خاي قوم، أنا من هون لبكرة إذا ما لقيت محل نتقاوى فيه بتهجل بالشوارع، ها بجي لعندك لهون عجنيني. قوم بس عباس، مثل ما فهمتك ها، البيت ماله قد المهام. لك يا أبو إله سقف ولا ماله سقف؟ إله سقف. خلاص كويس، بعدين 15,000 يا بلاش، منين نحسن الله يا أرخص من هيك؟ امشي شرف. الو الو، وينك؟ ابنك عندي هون وراح يضل عندي، واذا بدك تحرميه من الورثه بالناقص منك ومنا، لك انا راح اورثه كل شيء بملكه، فهمتي؟ طولي بالك مام، ما وصلنا لهالمواصيل. لا ستي وصلنا لهالمواصيل، وراح اجوزه عندي هون ببيتي، وكمان راح اخليه عايش عندي هون هو وورثه، فهمتي؟ عجبك هيك؟ ولي علامتك من بين البنات. اوكي مام طولي بالك، اعطيني احكي معه. بدك تحكي معه؟ ما بده يحكي معك، يخرب بيتك. لك شو عامله مع الولد؟ شو عامله لحتى هيك صاير فيه؟ ولي عليك من بين الامهات. ماما اعطيني اياه احكي معه، قولي له امك رح تصلح كل شيء، اعطيني اياه. لك شو بدك تحكي معه؟ قولي له ما بدي احكي معه لا هلا ولا بعدين. لك ما بده يحكي معك، ما بده. سمعانتي ولا مو سمعانتي؟ لا اوكي مام، سمعت سمعت، مثل ما بده. باي، مع السلامة. امي ابوك بيعرف؟ ابي لساته بايطاليا، بده كم يوم ليرجع. يا سيدي بالناقص هو كمان. لك يضرب اسبوع هالعسل اللي إلهم جمعة معدينا فيه. لك خلص يخرب بيتك، ابنه مات للزلمة. لك طيب مات الله يرحمه. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. هلا أنا اللي صاير فيني إني ما عم بزعل على حدا قد ما عم بزعل على حالي. كأنك صايرة بلا مشاعر وأحاسيس. لا حبيبتي لا، بس الخدي اللي بينضرب كتير صعب وما عاد بيأثر فيه شيء. هيك قلتك؟ إيه إيه هيك قلتي. طيب نحن حنضل هيك قاعدين اسبوع هون؟ طيب هداك مات ابنه والتاني عامل لي فيها جبار خواطر، طب نحن شو؟ انه انت هلا كثير متضايقه
شو بدك احسن من هيك؟ طلعي حواليك، بيت فيه كل شيء بدك اياه وما في ضجه ولا شيء، خلص انبسطي. يا ريت يا ريت بيت احتياط، يا ريت. انا بعرف عساكر كتير صلن سنين بالحرب وصحتن مثل الحديد، بس انا ما تركت يروح على الجيش، انا ما خليته يروح على الحرب، بس راح. ايه راح وما رجع. موتة الضنع تكسر تكسر. يا فواز هذا قدر، والقدر ما منه مهرب. قدر ايه ايه قدر، معك حق. بس بتعرف الشهيد لما بيستشهد في المعركة أهله بزعلوا عليه، بس يعني موتي على الموت بتفرق. أنا لو كان ابني رايح على الجيش وتاني يوم تاني يوم ها استشهد، يعني ما كان راح برخيص. بس الله حادث سيارة. تعرف أنا الموظف عندي قدم استقالته بدي يروح، قلت له ليه؟ قال لي بدي أسافر لأنه عم بطلبوا احتياط وبخاف يجي اسمي. تعرف شرت له شو؟ قلت له ولاك انت ما عندك ناموس، ما عندك اخلاق، بدك تهرب من خدمة وطنك؟ يا حيف يا حيف عليك. والله العظيم قلت له اياها من قلبي من قلبي، قلت له اياها وانا زعلان ليش عم بهرب. بس لما الامور توصل لابنك مبادئك كلها بتنساها. غريبين نحن. طيب تعالوا لعنا. قوم قوم فواز. الله يسلم الديات، يعطيك ألف عافية أبو حمزة. واجبنا واجبنا. يلا الله يسلم الديات. الله معك أبو حمزة. الله معك الله معك. شريف شريف شريف، شو بلا باسم شريف. وين البيت؟ ليك هون أخي بهي البداية، هي هديك. هي هون. إيه إن شاء الله يعجبك. بس أخي تمشيت حال هلأ، شو بدك تساوي؟ على الله يا سيدي. يعني شريف شريف باسم شريف. تفضل تفضل. يا اهلين وسهلين باسم. والله هون 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 بيت شريف شريف. تفضل اهلا وسهلا ومرحبا. هذا المطبخ اخي باسم، مفتوح على الصالون. شلون شريف شريف؟ هون غرف النوم جوا. تفضل تفضل. هاي غرفة النوم أخي. في غرفة نوم وهي غرفة نوم كمان. عندك اطلالات ها؟ يعني بيت مفتوح على كل الاتجاهات. شريف يا الله يا رب. خالد هلا هذا هو البيت؟ بونجور. ما في تفضلي؟ وعم قلك في كلام بدي احكيه.
بس ضروري احكيه قدام اهلي. على الاسطوح هو في خزان مي، على طول في مي، بنحط البرميش وتوصل المي لعندك. بس بتعرفي انه نحن بكره رح نصير نشبهن كتير للروس، حذري ليش؟ انور موجود؟ انت واحد ما بتستحي. لك بكريه انت كيف هيك نفضتي بفرض نفضه؟ وز القرط على هالعين هاي، اذا بتعيد وتفتق بهالحكايه هاي بقطع عليك الكهرباء ولا بدك تدفع بالشهر 100,000 ورقه.